بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الحادية عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وال وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، وباعثتها إحدى المستمعات تقول ميم عين من حلب، تسأل عن ونيسة القبر أي الذبيحة التي تذبح عند موت الميت، هل لها شيء من الصحة أو تفيد الميت؟ يقول بعض المشايخ عندنا في مدينة حلب إنها لا تنفع الميت ولا تقدم ولا تؤخر، أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الميت لا ينفعه إلا عمله الصالح الذي قدمه قبل حياته، وينفعه كذلك ما ثبت الدليل به من أعمال الأحياء كالدعاء له وطلب المغفرة له أو الصدقة عنه أو الحج والعمرة عنه. هذه أعمال يصل ثوابها إلى الميت لقيام الدليل بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذبيحة التي تذبح بعد موته اتخاذ ذلك عادة أو سنة متبعة، فهذا لا أصل له ولا دليل عليه، وهو كما قال هذا الشيخ جزاه الله خيرا، لأنه لا ينفع الميت ولا يقدم ولا يؤخر. والتزامه عند موت كل ميت أو في وقت محدد يعتبر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع هذه الذبيحة للميت بعد موته، وإنما شرع لأمته الصدقة عن الأموات والدعاء لهم والحج عنهم والعمرة عنهم، إما فريضة وإما نافلة. فريضة إذا لم يكونوا قد أدوا الفريضة، أو نافلة إذا كانوا قد أدوا الفريضة. هذه هي التي ثبت الدليل بأنها تنفع الأموات من أعمال الأحياء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أو تسأل: هل صحيح من مات يوم الجمعة أو ليلتها لا يسأل في قبره؟ أو هل لموت الإنسان في يوم الجمعة ميزة أو موعظة؟ جزاكم الله خيرا. لا أعلم دليلا في فضيلة الموت في يوم الجمعة، أي لا أعلم دليلا خاصا بذلك، ولكن من حيث أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس وسيد أيام الأسبوع، نظرا لذلك فإنه يرجى أن يكون للموت في هذا اليوم أن يكون فيه فضيلة لهذا الميت، لأنه يوم فاضل ويوم عظيم، فيرجى أن يكون في موت المسلم فيه ثواب له وأجر له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا كثير من الناس يسأل عن الموت في يوم الاثنين شيخ صالح، هل له مال يوم الجمعة؟ نفس الشيء ما شاء الله، لا أعلم فيه دليلا خاصا، ولكن يوم الجمعة بلا شك أنه يوم عظيم، يوم ثبتت الأدلة بفضل يوم الجمعة. أما يوم الاثنين فلم يرد فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، لأنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الرب سبحانه وتعالى، ويحب صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله وصائم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: رزقت بطفلة وسميتها رالة، ومعنى هذا الاسم بنت النعامة، أصحيح أن هذا الاسم حرام وسوف أعاقب إذا ما تركته وسميت ابنتي به؟ جزاكم الله خيرا. هذا الاسم ليس بحرام،
ولكن تحسين الاسم واختيار الاسم الفاضل أحسن، وأما أنه حرام فليس بحرام. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين أثر فيها عدم ذكر اسمه، إنما يقول: أنا ولله الحمد شاب مسلم وأحاول بأقصى جهدي أن أطبق ما أسمعه، فسمعت سؤالا عن كيفية قضاء الوقت، وسمعت من فضيلة الشيخ بتقسيم المصحف إلى 7 أقسام على أن يختم القارئ المصحف في كل أسبوع، ولله الحمد أقوم بقراءة القرآن، ولكنني لم أحفظ من القرآن شيئا كثيرا، وحينما أقرأ تكون القراءة عابرة، فوجهوني أفادكم الله، هل أواصل القراءة وختم القرآن في كل أسبوع أم أحفظ ما تيسر لي من القرآن؟ جزاكم الله خيرا. كلا العملين عمل طيب ما شاء الله، وطاعة لله عز وجل، تلاوة القرآن وترديده وحفظ شيء من القرآن كله عمل طيب، والأحسن أن تجمع بين الأمرين، تجعل للحفظ وقتا معينا تحفظ فيه ما تيسر وتواصل هذا وتحافظ عليه، والقليل إذا داومت عليه يكون كثيرا بإذن الله، وكذلك تجعل وقتا لتلاوة القرآن وإمراره من أوله إلى آخره، وإذا قرأته في 10 أيام أو في 7 أيام أو في 3 أيام أو أقل أو أكثر فذلك جائز، وكلما كثرت تلاوتك للقرآن فهو أفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقول: أنا شاب عندي نزيف في اللثة، وهي تنزف من صغري، وأثناء الوضوء تنزف وبعد الوضوء كذلك، مع أنني دائما أستعمل السواك، وأحيانا تنزف بعد الوضوء، كيف توجهونني وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. الدم اليسير من النساء أو غيرها لا يضر، إذا كان نزفا يسيرا أو دما يسيرا إنه لا يضر ولا يخل بالوضوء، عليك أن تدفل هذا الدم من فيك ووضوءك صحيح إن شاء الله، لكن عليك أن تجتنب الأشياء التي تثير خروج هذا الدم، تستعمل السواك ولكن برفق وتحفظ من أن يجرح لثتك أو يسبب خروج الدم، تستعمله برفق، وكذلك تتحرى السواك اللين الذي لا يجرح الفم ولا يسبب خروج الدم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أبي أجبرني في أثناء اختيار الزوجة إذ يريد أن يزوجني بقريبتي، وأنا لا أريد ذلك، فتركت التي يريدها والدي وتزوجت بأخرى، هل أكون عاقا حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. لا تكون عاقا في ذلك، لأن الزواج يكون على الرغبة بين الزوجين، رغبة أحدهما في الآخر، وإذا خالفت والدك في أنك لا ترغب ما أشار عليك به هذا راجع إليك، لأن لك حق اختيار الزوجة واختيار من ترغب في زواجها، بشرط أن تكون صالحة وسليمة من الملاحظات التي تخل بدينها أو بعشرتها معك، ما دامت أنها صالحة ومستقيمة وتعلقت رغبتك فيها فلا بأس أن تتزوجها، ولو كانت غير الذي يرغب والدك أن يزوجك بها، لأن حق الاختيار والرضا راجع إليك، ولا ينبغي للوالد أن يجبر ولده أو يكره ولده على أن يتزوج ما لا يرغبه من النساء، خصوصا إذا كان ذلك بدافع حمية، أو يكون ذلك بدافع ما يكون عند بعض الناس من تحجير بنت العم لابن عمها، أو أن بعض القبائل لا يريدون الزواج من قبائل أخرى غير قبائلهم، هذه عصبية وحمية، والزواج مبني على الرغبة والاطمئنان، بشرط أن يكون كل من الزوجين صالحا في دينه مستقيما في خلقه، فإذا توفرت هذه الشروط فإن الزواج يكون موفقا إن شاء الله، سواء كانت هذه المرأة من الأقارب أو من غير الأقارب.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. بعض وسائل الإعلام تنفر من الزواج بالأقارب ويستدلون بأدلة منها أن أكثر المعاقين بل إنهم يقولون إن 80% من المعاقين كلهم من زواج الأقارب. ولا أدري ما وراء ذلك شيخ صالح، لعل لكم من توجيه يحفظكم الله. هذا زعم باطل، ولا مانع من زواج الأقارب. الناس في هذا بين طرفين نقيض، منهم كما مر من يجبر على الزواج من الأقارب، ومنهم من ينفر من الزواج من الأقارب. والحق والاعتدال أنه إذا كان كل من الزوجين صالحا للآخر في دينه وفي أخلاقه وعشرته، فإن الزواج حينئذ يكون موفقا إن شاء الله، دون نظر إلى أنها من الأقارب أو من غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا في اختيار الزوج. في اختيار الزوجة يقول صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الوليد فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أظفر بذات الدين تربت يداك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا ذكروه عن الإعاقة شيخ صالح. وزواج الأقارب نعم شيء معروف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول متزوج ببعض قريباته من قومه وعشيرته عليه الصلاة والسلام، وكذلك زوج ابنته لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، عن علي وعن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجها لابن عمه. والصحابة رضي الله عنهم يتزوجون من قريباتهم، فلو كان هذا الأمر فيه محذور شرعي لتجنبوه. الله جل وعلا يقول لنبيه: يا أيها النبي إلا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. هؤلاء قريباته عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. وما ذكروه عن الإعاقة شيخ صالح؟ هذا لا أصل له. ما ذكروه عن الإعاقة لا أصل له. والمؤمن يتوكل على الله ويعتمد على الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده الأمر وهو الخالق سبحانه وتعالى، فيعتمد المسلم على ربه ويتوكل عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. إذا لم يتزوج الأقارب من بعضهم بقيت البيوت ملأة بالعوانس، لعل لكم توجيه يحفظكم الله. وهذا من هذه القضية هي أيضا من مفاسد هذه الفكرة، أن القريب لا يتزوج من قريباته، وتجعله أن تعطل كثير من النساء بسبب هذه الفكرة. والأولى أن يحث المسلمين على التزوج، وأن يحثوا على الزواج من ذوات الدين والخلق الكريم والحياة والحشمة، دون نظر إلى كونهن قريبات أو غير قريبات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عن نفسه صاحب هذه الرسالة: أنا أحيانا يقدمني المصلون بالإمامة مع أني أهاب من الإمامة، فماذا أفعل حتى لا أهاب لهذه الدرجة؟ وجهوني أفادكم الله. عليك بتوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعاذة بالله من الشيطان، لأن هذا الذي تجده من المهابة إما أنه ضعف النفس وإما أنه وسوسة من الشيطان. فعليك بالتوكل على الله وإمامة قومك إذا احتاجوا إليك، والإمامة فيها خير كثير وفيها إعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو منصب عظيم وشرف كبير وفرصة عظيمة لمن يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويحافظ على صلاته ويرتبط بتلاوة القرآن الكريم وينفع الناس وينتفع، فهي وظيفة عظيمة يستطيع الإنسان من خلالها أن يوجه الناس وأن يكون قدوة لهم في الخير وأن يعينهم على المحافظة على صلواتهم. وسيزول عنك هذا بإذن الله إذا توكلت على الله وأقدمت على الإمامة. فقد يكون في الأول عندك تخوف وتردد، ثم مع الإقدام وممارسة الإمامة يزول عنك هذا الشيء بإذن الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يسأل ويقول: لي ابنة عمة أريد الزواج منها،
وكنت سمعت من والدتي أنها أرضعتها رضاعا لم يبلغ 5 رضعات مشبعات، وكنت وأنا طفل صغير أسمع من جدة لي ولها أنها أي جدتي كانت تقول لي حينما أشاكس معها مشاكسة الأطفال، كانت تقول لي: يا ولد التوى ثدي على فمك. ولا أستطيع الجزم بأنها كانت تنزل لي اللبن، ثم إني سألت بعض الناس وقالوا إن مثلها لا ينزل اللبن لكونها كبيرة في السن. ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ تحريم الزواج بسبب الرضاع إنما يتم إذا تحقق الرضاع وبلغ الرضعات المحرمة، وكان في وقت الإرضاع، وأن يكون في الحولين، وأن يكون 5 رضعات فأكثر. فإذا توفرت هذه الشروط فإن الرضاع يكون محرما، بقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ذلك ب5 رضعات معلومات يحرمنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، والحديث في الصحيح. وهذا الحديث يبين عدد الرضعات المحرمة، وأن ما كان أقل منها لا يحرم. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإنما الرضاعة من المجاعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. الله تعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقت الرضاعة ما كان في الحولين، رضاعه محرمه ما كان في الحولين. اما ما ذكرته من شبهه ان جدتك ارضعتك، وبناء على ذلك تخاف من تحريم بناتها او بنات اولادها عليك، هذه شبهه. إذا أردت أن تتجنبها من أجل الشبهة والاحتياط فذلك شيء حسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا تركتها من باب تجنب الشبهة والاحتياط للدين فهذا شيء حسن، أما التحريم فلا يتم إلا بشروطه التي ذكرناها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل إذا عملت برأي لم يتفق عليه العلماء أقول قد أتيت بمنكر من الفعل؟ جزاكم الله خيرا. القول بالرأي والأخذ بالرأي إذا كنت من طلبة العلم المدركين الذين يعرفون الأدلة، فإنك تأخذ بالرأي الذي يقوم عليه الدليل وترى أنه تبرأ به ذمته. أما أن تأخذ من الأقوال ما يوافق رغبتك فهذا أمر لا يجوز، لأنه اتباع للهوى، لكن تأخذ ما قام عليه الدليل إذا كنت من أهل الدليل. أما إن كنت من العامة أو من الطلبة المبتدئين الذين لا يعرفون الأدلة ولا وجه الاستدلال، يجب عليك أن تسأل أهل العلم الموثوقين وتأخذ بما يفتونك به، بقوله سبحانه وتعالى: أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت لاسمها بالحروف نون عين من الأردن تقول: قمت بأداء فريضة الحج منذ فترة طويلة وكان يرافقنا مرشد، إلا أنه بكل أسف لم يقم بعمله كما ينبغي، إذ اكتشفنا بعد فترة أننا لم نقم بطواف الإفاضة وقد كان حجنا قران. نرجو أن توجهونا الآن ماذا نعمل، وخاصة أنني حجيت مع زوجي. جزاكم الله خيرا. إذا كنتم لم تعملوا طواف الإفاضة، وهو الطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة، يعني لم تطوفوا طواف الإفاضة في يوم العيد أو ما بعده من الأيام، فإن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، فعليكم الرجوع إلى مكة والإتيان بطواف الإفاضة ولو طال الوقت، لأنه لا يتم حجكم إلا بذلك، ولا يسقط عنكم طواف الإفاضة ولو طال الوقت، ترجعون إلى مكة وتأتون بطواف الإفاضة. وإذا كان حصل جماع في هذه الفترة فعلى من حصل منه ذلك فدية، وهي ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه
سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.